بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة معانا شكل البرج من بره. البرج 12 دور واخد نصي على شارعين، شارع 10 متر وشارع 40 متر. الشقة في الدور الثامن بتبص على الشارع 10 متر اللي هو الشارع ده، وهنا كده ده الشارع 40 متر. نبدأ ندخل هنا من مدخل العمارة. مدخل فخم واتنين أسانسير. مدخل تشطيب بتاعه زي ما حضرتك شايفين كده كله رخام، وفي اتنين اسانسير، واحد يمين وواحد شمال. نبدأ نخش على الشقة بتاعتنا. الشقة مساحتها 175 متر. اول حاجة بيجي لنا هنا على اليمين عداد الكهرباء الجديد الكارت، ومعانا برضو الغاز على باب الشقة، دي ماسورة الغاز اهي على التقديم فقط، بتتصل على الشركة بيجوا يقدموا لك على طول. الشقة مساحتها 175 متر، الترا سوبر لوكس، تشطيب الترا سوبر لوكس. اول ما نخش من باب الشقه بيجي لنا الديكور ده، يمين بيجي لنا الريسبشن وحمام الضيوف، وشمال بيجي لنا الغرف. ده كده الريسبشن بتاعنا اهو، ثلاث قطع كبار مرتاحين، ومعانا ده حمام الضيوف. ده حمام الضيوف اهو، بيكون اللي هو الحمام الصغير. الشقة بالمناسبة فيها ثلاث حمامات، الحمام الصغير بتاع الضيوف، وحمام وحمام كبير لأهل البيت، وحمام في غرفة ماستر اللي هي غرفة النوم الكبيرة. زي ما حضراتكم شايفين كده التشطيب الترا سوبر لوكس. وفي معانا هنا بلكونة. الشقة في الدور الثامن، دي البلكونة بتاعتها اهي، وده الشارع اللي هو العشرة متر، واللي هناك ده الشارع الاربعين متر. نبدأ نرجع على الشقة اهو، التشطيب زي ما حضراتكم شايفين تشطيب الترا سوبر لوكس. الشقة كلها جبسن بورد، الغرف والريسبشن وكله جبسن بورد. نبدأ كده نخش على الغرف، طبعا بنخش لها بمستوى تاني، مستوى تاني يعني مستوى اعلى درجة. اول حاجة بيجي لنا على اليمين هنا غرفة ومطبخ، وعلى الشمال غرفتين والحمام الكبير. هنبص اول حاجة على الغرفة الاولى دي معانا. الغرفة مساحتها تقريبا 4×4 او 4.5×4.5، كلها برضو جبسن بورد. طبعا الشباك ده على منور. وهنا المطبخ مساحته تقريبا 3.5×3.5، مساحته مستريحة برضو مش صغير. ده كده شكل المطبخ معانا. معلش بعتذر مفيش لمبة، بس في المطبخ لمبة اتحرقت. نبدأ نرجع على طرقة التوزيع. دي طرقة التوزيع اهي، بيجي لنا هنا اول غرفة او تاني غرفة على اليمين، مساحتها تقريبا 4×4 برضو، تشطيب زي ما حضراتكم شايفين كده، والشباك ده برضو على منور. بعد كده بيجي لنا الحمام الكبير اللي هو حمام اهل البيت، ده الحمام اهو، التشطيب زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الشقة اول سكن، لم تسكن من قبل. نبدأ هنا نخش على الغرفة التالتة اللي هي غرفة النوم الرئيسية، تشطيب برضو الترا سوبر لوكس زي ما حضراتكم شايفين كده، جبسن بورد، حاجة جميلة جدا.
وفي هنا الحمام اللي هو الحمام اللي في الغرفة الماستر، الحمام الخاص طبعا، بس المفروض ان الحتة دي بتتقفل كده بسكوريت، بس لسه ما اتقفلتش لان الشقة اول سكن لم تسكن من قبل. ياريت يا جماعة اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس، ويعني تقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله يعمل لايك. الشقة دي عنوانها فيصل، جانبي من شارع المطبعة، مطلوب فيها 580,000، 580,000 كاش، مفيش مجال للتقسيط. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.